السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت مصادر صحفية عن القرار الذي سيصدر من الفيفا في غضون الساعات المقبلة بخصوص مباراة مصر والسنغال. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو وليكم التفاصيل. تقدم سابقا الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب وشكوى رسمية من أجل إعادة هذه المباراة بسبب الأحداث التي وقعت قبل وأثناء تلك المواجهة، حيث وصف المسؤولين في الاتحاد المصري بأن ما حدث هو فضيحة ويجب أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إعادة الانضباط من جديد للكرة الأفريقية، وليكون هذا الأمر بمثابة العبرة لأن جمهور السنغال سيحاول الاعتداء على فريق ضيف كما حدث في المباراة السابقة. وبحسب ما نشرته الصحف الفرنسية صباح اليوم، فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جاء ضد ما يطلبه الاتحاد المصري، حيث تقرر فرض غرامة مالية على الجانب السنغالي ما نحو 300,000 دولار، وذلك سيتم حرمان السنغال من اللعب أمام جمهورها لمدة مبارتين. كما أوضحت التقارير الصحفية بأن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عقدت عدة جلسات في الساعات الأخيرة من أجل مناقشة الوضع في ملف تلك المباراة، وقد استقر أعضاء اللجنة على رفض طلب الجانب المصري وتوقيع عقوبات وغرامات على الجانب السنغالي دون إعادة المباراة. والجدير بالذكر بأن الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في رئيسه جمال علام قد أكد في وقت سابق بأن مصر سوف تذهب إلى المحكمة الرياضية من أجل تقديم شكوى جديدة، وهذا في حال ما إذا لم تقرر لجنة الانضباط إعادة المواجهة بين الفريقين المصري والسنغالي. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير الفيديو، وسأوفيكم بالتفاصيل أولا بأول.